ولكن في هذا الوقت بالذات ريال مدريد يعيش أفضل فتراته بقيادة رونالدو. الكرة تصل لنيمار، محاولة برشلونية، لمسة لميسي، ميسي مع أنيستا، يلعبها لأنيستا، وكرة جميلة. وانيستا باليسرى، الأجهزة الذكية ليسوا لاعبين بل هي أجهزة ذكية جميلة قوية. خيال، وميسي كالمعتاد يظهر بجنون بلمسة ساحرة. برشلونة هدف، ريال مدريد لا شيء. الفرحة لمارتينو، الفرحة لعشاق الفريق الكتالوني. واللقطة على كرة رونالدو واحتكاك مع داني ألفيش في هذه اللقطة التي بحث من ولكن التغطية من داني يستعيد هميل على اليسار، لمسة جميلة إلى دي ماريا، البحث على العرضيات، كرة عرضية جميلة وخطيرة بالرأس، وكرة جميلة بل في منتهى الروعة. الله على دي ماريا وبنزيما من راس، روعة روعة روعة. جميلة العرضية من دي ماريا، الراسية أروع، ويقولون يرددون أنا الأبيض إذا غير تلون. الملك يتعادل، الكلاسيكو يشتعل، الأجواء مجنونة، المباراة مثيرة، الأحداث مثيرة. دي ماريا مرة أخرى لعب العرضية، كريم بالفخذ استقبلها، باليمنى أطلقها، ملكية جميلة في الشباك الكاتالونية. يا إلهي، هل تشاهدون؟ هل تستمتعون؟ هذه اللقطة الرائعة من كريم. البرسا هدف، ريال مدريد هدفين، والكلاسيكو يشتعل، وروعة من جانب كريم. لكن أين دفاع البرسا؟ كارلو يحتفل، أنشيلوتي سبع مباريات. الآن الكرة للرسام، بعد ذلك لمصلحة تشافي. اللمسة من ميسي، الوجود جميلة، ميسي يحاول أمام راموس، ميسي بينية لنيمار خطيرة، وكرة وميسي فعلها ليو. الله معك، لا داعي للخوف، إلى أي مكان ذهبوا لديهم ميسي. هنا سيسجل، هنا سيتألق، هنا سيضرب وسيرفع يده اليمنى وسيحتفل. هيا بنا يا رفاق. وهنا عادت الأمور إلى التعادل، هدفين ريال مدريد. الكلاسيكو في منتهى الإثارة، ميسي ونيمار مروا من مدافعي ريال مدريد ونجح البرغوث، وهذا زمن البرغوث في أن يسجل مرة. ريال مدريد في هذه الدقائق بالذات، والكرة تصل من بنزيما إلى رونالدو، كريستيانو، كريستيانو يمر ركلة جزاء. نعم نعم، ظهر رونالدو وحصل على ركلة جزاء. عند ظهر كريستيانو يحصل الجزاء، تبهر الجماهير، تحتفل الجماهير. لا جزائية مدريدية، هنا مر وهنا إعاقة من داني، وهنا ركلة جزاء، وكريستيانو يحصل على ركلة جزاء. الإعاقة هل أنها في منطقة الجزاء، هل أنها في داخل منطقة الجزاء من الخارج؟ الإعاقة في هذه الصورة من الخارج مرة أخرى في هذه اللقطة بالذات، ولكن بعد ذلك رونالدو سقط في منطقة الجزاء، ورونالدو لديه ركلة جزاء لريال مدريد. رونالدو كريستيانو، هدف ثالث للريال. كريستيانو ظهر.
الظهر وبالفعل يسجل في الكلاسيكو. الله على رونالدو، نام في المباراة وعندما ظهر في لقطة حصل على ركلة جزاء، وعندما حصل عليها سجها في المرمى، أطلقها من قلبه بقدمه اليمنى من كريستيانو، وهدف ثالث للريال. وعادوا ليتقدموا، ليحتفلوا، ليتصافحوا، ليتألقوا، ويريدونها سهرهم وليلتهم لعبهم بين أنصار. ثلاثة للريال، هدفين لبرسا بعد 10 دقائق في الشوط الثاني. وليس لاعب خط الوسط فقط أو القائد، نفس من جانب ميسي، جميلة لنيمار، نيمار يمر، ركلة جزاء للبرسا. طاردني راموس، وركلة جزاء لبرشلونة. يا إلهي، لقطة جميلة، شوف اللمسة من الساحر، الله على ميسي، لمسة من بينهم، خدعهم نيمار، هنا انطلق، هنا مر يا ميسي، الركلة الجزائية ليو يلعب الكرة. تعادل لبرشلونة، الله يا ميسي، نعم أعادهم ميسي، نعم نجمهم ميسي. وميسي عندما يكون في يومه لا تخافون يا عشاق البرسا. هنا الإعاقة التي تمت، وهنا اللقطة التي شكلت صعوبات كبيرة بعد ذلك على ريال مدريد، وهنا ركلة الجزاء. في الهجوم جافي لإنيستا، إنيستا لمسة وانتون جميلة لبيدرو، إنيستا على جهة اليسار يحاول، مضغوط عليه ولكن التغطية من ألونسو، ركلة جزاء لبرشلونة. صفر ماينكو وأعلن عن ركلة جزاء للبرسا مرة أخرى. يا إلهي، أنديانو ماينكو يصفر ويحتسب ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة إنيستا اللي كان محاصر من كارفاخال وألونزو. هنا حالة شد، وهنا تدخل، وهنا ركلة جزاء، وهنا فرصة للفوز بهذه الركلة بالذات بعد هذا التدخل. والبرسا، برسا من ركلة جزاء، وميسي يلعب الكرة. هدف رابع للبرسا من ركلة جزاء، ميسي يسجل في سانتياغو بهاتريك آخر. يا إلهي، ميسي وميسي وميسي مرة أخرى ضد الريال، التألق يزداد، اللمعان، الفرجة، المتعة، القدم الساحرة، الكرة في المرمى، ميسي لديكم، لا خوف عليكم، وهاتريك.